قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في حلقة سابقة عن حزب الشيطان، فمن هم حزب الله؟ من هم حزب الله؟ حزب الله هم الذين يعادون من حاد الله ورسوله ولا يتولونهم بالتبعية والنصرة ولو كانوا آباءهم أو عشيرتهم. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يخالفون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهم في حد وجانب، والشرع في حد وجانب آخر. أولئك في مجمع الأذلين المخذولين، ولن ينتصروا مهما اتخذوا من وسائل أو أسباب. لأن الله تبارك وتعالى يقول في الآية بعد ذلك: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كتب الله أي قضى قضاء ثابتا وحكم في اللوح المحفوظ حكما قاطعا أنه الغالب لأعدائه، وهذه الغلبة تكون بظهور الحق على الباطل بالأدلة الدامغة، ظهورا فكريا بالحجج والأدلة والبراهين، أو بالتجربة العملية. وإما أن يكون هذه الغلبة عسكريا: إن الله قوي لا يعجزه شيء. إن الله قوي عزيز، يعني لا يعجزه شيء، فهو الغالب لأعدائه. ثم يبين الله تبارك وتعالى أن المؤمنين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر لا توجد مودة تربطهم مع أعداء الله، فيقول سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم. إذن من يود الكفار الذين يحادون الله ورسوله، يتركون شرع الله ويتبعون كذا وكذا، يتركون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعون غيره، يتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعون حسينا أو حسنا أو فلانا أو كذا أو سلمان الفارسي، هؤلاء والعياذ بالله تعالى هم في حد، وشرع الله ودينه في حد آخر. فهؤلاء يخالفون أبناء الله، يخالفون أوامر الله وأوامر رسوله، ولا يمكن للمؤمن أن يفعل ذلك، بل المؤمن يكره ويعادي من عاد الله ورسوله ولو كان ابنه، فكيف إذا كان من طائفته أو عشيرته. أولئك أي الذين لا يودون من حد الله ورسوله، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. جعل الله في قلوبهم الإيمان الصحيح، لأن بعض الناس يظن أنه مؤمن، ولكن مؤمن بمن؟ فلينظر إلى نفسه ويحاسبها: هل يتذكر فلان من الناس، من زعماء أو من أشخاص أو من له عليه مصلحة أو لذة أو شهوة، هل يذكر هؤلاء أكثر أم الله؟ أو من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فليختبر كل إنسان قلبه، ماذا يوجد في قلبه؟ كيف انصرفت همته وشعوره وأحاسيسه إلى مخلوق أو إلى الخالق؟ نحن لا نقول إن الإنسان المؤمن لا يخطئ أو لا يذنب، يذنب ولكن زلة قدم، أما أن يترك الخالق في حد وأوامره وشرعه في حد ثم يتبع
ما قاله آباؤه وأجداده كما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم لمقتدون. هذا هو الكفر بعينه والعياذ بالله تعالى. فإن لم يفهموا فليختبروا أنفسهم وليعلموا. فالمؤمنون لا يودون من حد الله ورسوله، لأن الله كتب في قلوبهم الإيمان، استقر في قلوبهم الإيمان الحقيقي، وأيدهم بروح منه، أيدهم وقواهم بثبات ونصر منه وتأييد على أهل الباطل ولو كانوا أقرباءهم، فهي قوة معنوية خاصة تثبت في قلوب المؤمنين ويدخلهم. هذا في الآخرة. قبلت كنا نتكلم عما يعطيهم الله إياه في الدنيا، أما في الآخرة: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. تجري من تحتها الأنهار أي من تحت قصورها وأشجارها تجري الأنهار، خالدين فيها لا يخرجون منها ولا يخرجون. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أحل الله عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. ورضوا عن ربهم، ما معنى رضوا عن ربهم؟ علموا حقيقة ربهم وفهموا وعرفوا الله، عرفوا الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فهو سبحانه وتعالى عندما يقدر حكيم، وهو الحكيم وهو العليم، فرضوا بكل حكم حكم به الله ورضوا بكل قدر قدره الله سبحانه وتعالى. أما الذين يسخطون على الله لما فعل كذا ولما فعل كذا ويزعمون أنهم يتبعون كذا غير ما أمر به الله ورسوله، فهؤلاء والعياذ بالله تعالى في الأزلين. رضوا عنه سبحانه وتعالى في الدنيا، أولئك حزب الله. أولئك حزب الله المتصفين بهذه الصفات. أما الذين يقاتلون المؤمنين، مع من يقاتلون المؤمنين في سوريا؟ انتبهوا يا إخواني، القرآن يبين واقع كل عصر وكل زمان، وهذا من إعجاز القرآن. مع من يقاتلون؟ يقاتلون مع ابن حافظ الأسد الذي سلم الجولان كما قلت من قبل، وخان الدين والبلاد والوطن. يقاتلون مع من؟ يقاتلون مع الفرس الذين يؤزونهم أزا والشياطين تؤزهم أزا. يقاتلون مع من؟ مع روسيا، وبتصريح من أمريكا. أمريكا تعطيهم الخط الخفي، وروسيا تمدهم مدا حقيقيا بالسلاح والرجال والخبراء. يقاتلوننا معهم. لماذا؟ هل هؤلاء حزب الله؟ لا، هؤلاء حزب الشيطان. أما حزب الله لا يمكن إلا أن يعادي أعداء الله ويوالي من أحبه الله ويرضى عن حب الله. استحوذ حزب الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فهم حزب الشيطان. أما هؤلاء الذين يطيعون الله ورسوله ويوادون الله ورسوله والذين آمنوا، فهؤلاء حزب الله. والله تبارك وتعالى يقول في سورة المائدة أيضا بعد أن قال: إنما وليكم الله ورسوله، ذكرت مرارا أن هؤلاء والعياذ بالله تعالى حزب الشيطان، يزعمون يا حسين يا حسين يا حسين، يتولون الحسين بالدعاء. والله تبارك وتعالى أمر أن يدعى هو ولا يعبد غيره. فإنما وليكم الله ورسوله، ثم يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، الذين آمنوا بالقرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي جاءتنا بطرق صحيحة لا بكذب كلام فارغ وخرافات عن أشخاص جهلة ورسوها أبا عن جد. ومن يتولى الله بالطاعة والتبعية ورسوله والذين آمنوا، ويقاتل الذين آمنوا مع روسيا ومع إيران ومع غيرها، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فأولئك حزب، فإن حزب الله هم الغالبون. هؤلاء يسميهم الله حزب الله ويبشرهم بأنهم هم الغالبون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بقوله الثابت على أن نكون مع حزب الله، وعلى أن يفني على أيدي شبابنا المؤمن بإذن الله حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، وحزب الله تبارك وتعالى هم المفلحون، أي الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة. ألا إن حزب الله هم المفلحون. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.